أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج القوس السبت 18 سبتمبر أيلول 2021. سيكون اليوم شديدا من الناحية العاطفية بالنسبة لك، ستجلب شغفا كبيرا لكل ما تفعله اليوم، وسيتبع ذلك النجاح كنتيجة حتمية. ربما كنت تتجنب مشكلة لأنها قريبة جدا منك، ولكن اليوم هو أفضل يوم لمعالجة هذه المشكلة ومواجهتها بشكل مباشر. عاطفيا، لن يكون شريكك في حالة مزاجية لإجراء التعديلات والتسويات، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن تتحكم في غرورك. لا تثير أي قضايا خلافية، وسوف تنفجر الخلافات الطفيفة في خلافات كاملة، حيث لن يتنازل شريكك عن نقطة واحدة لك. يجب أن تكون حذرا في الشؤون الرومانسية اليوم إذا كنت تريد تجنب الاضطرابات الكبيرة. مهنيا، يبدو أن العمل يتأثر بشدة بسبب سلوكك العاطفي المفرط، تعتاد عليها لفترة من الوقت، لأن التخلص منها سيستغرق وقتا. حاول أن تضع حساسيتك في صالحك من خلال التعاطف مع الآخرين من حولك. ابحث في وقت الفراغ عن العقارات التي تستحق الاستثمار. صحيا، ستستمتع بأفضل صحة اليوم، وإنه يوم خالي من الإجهاد تماما. استفد من هذا الوقت لتنغمس في بعض الأنشطة الجسدية التي تستمتع بها. اذهب لمباراة كرة قدم أو قم بتسخين الصالة الرياضية، سيساعدك جسمك الصحي على أن تكون ساحرا وسعيدا. إنه يوم رائع للالتقاء مع الأصدقاء ومشاركة هذه العافية العامة. توقعات برج القوس للرجل. هنالك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في الحياة، فقط يجب أن تملك التطلع وأن تملك الأمل. في الواقع فإن هناك الكثير يفشلون بسبب عدم امتلاكهم الحلم. اجعل الحلم هو الذي يقود حياتك. وبشكل عام، فإن مؤشرات برجك اليومي تشير إلى أن المستقبل القريب سيكون أفضل بكثير. توقعات برج القوس للمرأة. أنت طيبة جدا وتحبين عمل الخير، لكن تذكري أن الأقربون أولا بالمعروف، ولا تنسي التزاماتك تجاه عائلتك. الفوضى من حولك تدفعك إلى الجنون، عليك تنظيم حياتك بنحو أفضل من ذلك. استغل اليوم لتنظيم مكتبك وسيارتك ومنزلك، ونظمي جدولك أيضا وحسابك وهاتفك. استعيني بأشخاص للمساعدة. الفوضى بالفعل تمنعك من التركيز ولا توفر مناخا صحيا لك. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر. إذا كنت قادرا على إظهار المعرفة السليمة، ستختبر أيضا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي. حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة، يمكن التغلب على أي مشكلة صحية بالراحة. فالحياة ليست منافسة، لا يجب أن تحارب جاهدا لكي تفوز. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر. قد يكون اليوم مضطربا، فمن ناحية الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوءك، وحاول فرض ذلك على الآخرين، وعندئذ سوف تخرج سالما من هذا الموقف غير السار. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 ديسمبر إلى 21 ديسمبر. يأتي اليوم مصحوبا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخى الحذر عند لوم الآخرين، فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاء أيضا. إذا كنت متفتحا تجاه الأشياء الجديدة، فسوف تتعلم المزيد عن نفسك.